لكم متتبعي قناة أم حسام للأعمال المتنوعة، كدايرين لاباس عليكم. بالنسبة لفيديو اليوم بغيت ندير معكم هاد الطريقة ديال هاد الوريقات اللي كتكون هكا في الوسط بالموزون، وهاد الطريقة هادي ديال هاد الوردة هادي رشمة غنخليها لكم في الأخير الفيديو. هذا هو إن شاء الله فيديو اليوم اللي غادي يكون. أنا يا كنت سجلت فيديو قبل ومشى لي، ولكن خديت الفوتو هذا باش نقدر نسجل لكم في توب آخر. أتمنى من الله يعجبكم، ومن الناس الجداد اللي اول مره كيشوفوا القناه ديالي ولا كيشوفوا اول مره هذا الفيديو يشاركوا في القناه ويبارطاجيو ويعملوا لي جيم، واللي عندها شي تساؤل تخلي لي في لي كومونتير. غادي نخدموا الوريقات. هنا هاد الجوج انا في الرشمه راني خدمتهم بطريقه، وهادو خدمتهم بطريقه. انا غنديرهم معكم بجوج، يعني هاد الطريقه وهاد الطريقه هادي. انا راني رسمتهم هنا في هاد التوب هذا باش يكون واضح. هو كيف كتشوفوا غدا نخدم بالموزون، كل واحد على حساب الموزون اللي بغى، واش كبير ولا صغير، ولكن يكون مثقوب من الجنب على طريقه قشور الحوت. شوف هذا واش غيجي واضح، الا ما كانش غادي يجي واضح ندير معكم شي لون اخر، نديرو بيج. خدمو بالبيج افضل. هذا مجلج، ما يعني من دفاس، ما فيش لا جهه حشره لا والو. بالنسبه لهذا راه فيه جهه حشره وجهه رطبه. نبداو على بركه الله. هنا طبعا نبدا معكم الطريقه الاولى عاديه، ولكن الثانيه انا ما درتش خط هنا الوسط، نسيت، ولكن من الافضل يكون خط الوسط باش يبين لكم. انا ما عنديش مشكل ما درتوش، ولكن بالنسبه للناس اللي مبتدئات خصهم يديروا هاد الخط هذا. هو انا يبان لي بقى المراسس وقت ما يبانش لكم نتوما. هاد الخط هذا هو اللي كيخلي لنا الحد من ندوزو العقيق مهرس في الوسط. غادي نبدا نجي لهنا للطرف، هنا من الفوق، يعني ها الورده نجي من الفوق. نكبر لكم الصوره شويه. نجي من هنا من الفوق بحال هكا، وغدا نجي ناخد موزونة انا. سمحوا لي ما بقيتش كنعرف نخدم بهاد المرمى هكا، كنخدم بالمرمى الواقفة اللي يعني عندها حامل، ولكن باش نبقى محكمة في الصورة ما نبعدش عليكم الخدمة. كنجي هنا عاوتاني ومني تنخدم هنا راه كندير من الاطار وكندخل لداخل، ماشي من الاطار على برا، لا، من هنايا الاطار كنهز فيه البره وكندخل داخل وكنحاول نمشي. بالنسبه للناس اللي اول مره غادي يبداو وباغين ياخذوا واحد المقص، من الافضل تراسي جوج المرات هكا لداخل وعلى برا هكا بنفس المقص، باش كيولي نهزو من هنا ومن هنا غادي ديريكتومون. غير باش كنوضح لكم الطرق اللي ساهلين باش تجيكم زوينه. الخيط ديال النيلو كيتحكرش واحد شويه، معليش شوف كنعملو. بحال هكا غادي نبدا. هنا كنبداو كنمشيو وحده، اولا في القنت كندير وحده وكنهبط في الجناب، ومني كنبدا نعمر كنمشي بديك الطريقه ديال انني وحده جوج ثلاثه وغاده كنعمر، بحال اللي كنزيد في التالي مني كنبغي نجمع كنقص. صراحه وريده زوينه، المهم كتاخد وقت ديال النهار، ولكن من ناحيه الديكور ديالها تتكون شي حاجه زوينه بزاف. هلا
نحاول انا نشم هذا الخيط باش ما يبقاش يعذبني. دابا غير باش ما نطولش عليكم بزاف غنجي لهنا للطرف نوريكم طريقه ديال التعمار، غنكملوا ان شاء الله، ولكن غير باش نسهل الفيديو ما يكونش ثاني طويل بزاف. دابا شنو غندير؟ غنولي نجي ناخذ هذه هنايا وحده، ندير هنايا زوج، كنقادد كنولي تاني نجي هنايا غنهبط في الجنب ونبدا نعمر في الوسط. بحال هكا هناكم المزون كله مع التوب خفيف، يعني خفيف كي ترمى ماشي بحال التوب قاصح تيشد فيه. دابا نجي نوريكم كيفاش نعمرو ملي وصلت لهذا المقاس هذا باش ما نطولش عليكم بزاف، باش تبقى لينا الوقت فين نديرو الطريقه الثانيه. كنحاول نقادو هكا، ملي غادي يدار لي الموزو الاخر غيتقاد، كنجي هنايا في الوسط البلاصه اللي عندي خاويه ونبدا نعمر بحال هكا. هنايا غندير جوج او ثلاثة على حسب الفراغ اللي عندي باش ما تجينيش عامرة، ما تجينيش خاوية عفوا. نبدا نعمر في الوسط، هادي طريقة سهلة، نوعو شوية على العقيق مهرس. ان شاء الله الدروس اللي جايين غادي يكونوا على سميتو على بوان دو كروا وعلى الطرس التونسي. اللي باغي يتعلم لهاد الدروس هادو يتمنى من الله يعني لقى لي كومونتير اللي يشجعوني باش ننزل لكم دروس جداد ان شاء الله بطرق سهلين، وان شاء الله توجدوا ادوات اللي هي غير الكانفا والخيط عادي، ومن بعد اللي بغى يخدم شي بياسه وتكون زوينه كتكون واحد لا مارك ديال الخيط كتسمى ديمسي. ولكن بدايه غنعلمكم بالحرير، وان شاء الله منين بعد منين ناخذ الديمسي يعني ندير نعرفكم عليه شنو النوع ديال هذا الخيط هذا، شنو يعني كيف كي تخدم بيه كيف يكون الشكل ديالو، ان شاء الله يعني يكونوا معلومات عليه. بغيت نوع عليكم شويه على الترز والنبات، المهم كيف كتشوفوا كنبقاو نعمروا هكا بشويه بشويه.
كنبجي دائما ما بين وحده وحده وكنديروا وحده باش كيجي الطريقه ديال قشور الحوت، يعني كانه قشور الحوت كيف ما كتشوفوا. باش ما تجيناش طريشه خصنا نبعدو شويه باش ما تجي داكشي محيطق، الا كانوا مزاحم داكشي كتجي ديك الورده ثقيله وما تجي زوينه بالطريقه اللي حنايا بغينا. صافي كنبقاو معها هكا حتى كنعمروها. هكا صافي كنعمر الطريقه نفس الطريقه اللي قلت لكم قبل، يعني كنبدا نعمر في الجناب في الخدمه انايا حتى كنخدم الجناب كنهبط من هنا ومن هنا عاد فاش كنبدا نعمر الوسط باش كتجيني سهله. هكا نجي غير هنا ونحبس لانه الاخرين غنعمرهم مني نكون نهبطهم فاش غنكون كنعمر بحال هكدا. دابا ندوز هنا نعمر في الوسط، انا غنعمر ونرجع معكم باش نرجع معكم باش ما نطولش عليكم فيديو نكمل معكم. دابا كيف شفتوا انا كملت هذه كتجي زوينه، ها هي كتجي هكا محيطقه هكا مجموعه زوينه شتو هادي وريقه. دابا ندوزو للطريقه الثانيه، كان نيت كيف نفس الطريقه كنهبطو من هنا وكنهبطو من هنا غير في التعمار اللي كتكون شويه مختلفه. انا نوريكم الطريقه كنجي هنا كنطلع واحد المسافه قليله ماشي شي مسافه كبيره كنورجك هنا نطلع كنولي كنجي بحال العماره ديال الورده كنجي نتكي وحده على وحده. دائما كيكون الخط في الوسط باش الخط في الوسط هو اللي غيبين لينا شحال قدنا نديرو من هنا ومن هنا، ولكن من الافضل نفس ان فوا نكمل انا هاد الجهه ندور الجهه الاخرى من هنا ندوز هنا باش نبقى غادي بنفس العبار، يعني جوج صفوفه اولا ثلاثه نبقى غادي بنفس العبار ما نتفاوتش عليه باش تجينا ديك الوريده زوينه. كنسكيو عليها هكا شوفوا هاد الطريقه هادي زعما مش مطورش لكم فيديو بزاف داكشي علاش دابا ندوز الاتجاه الاخر باش ندوز بنفس الطريقه نجي عاوتاني قبلتها قبلت هذه النيت غنخدم حتى كنجمع هنايا الوسط كنعمر كيبقى عندي النص بحال الفرقه الوسط اللي كندير فيها
خط يا اما غنديرو بالزمرد يا اما بالعقيق مهرس. بالنسبه لي انا رش ما درت عقيق مهرس، درتو في اللون الذهبي يعني نفس الوزنه، لكن نتوما اللي بغا ديروا في اي لون ديرو، وهذا على حساب الخدمه اللي غادي يخدم نديرو في اي لون. وكيف ما كنت قلت قبل يعني لون الخيط دائما كيكون في لون التوب. انا هنا خدمت بالبيض، غير حيت خدمت معكم هذا، ولكن بالنسبه للخدمه ديال الناس كنخدم دائما باللون شويه مرخيه من هنا، دائما كنخدم باللون ديال التوب من الافضل باش تكون الخدمه نقيه. دابا شنو غندير؟ نرجعو تاني هنايا شويه لداخل، ندير صف ثالث وكيجي تاني العكس ديال هكا هكا بحال قشور الحوت نيت. ندي وحده متكيه على جوج، دابا ندوز لفاص الثانية حتى هي. قبل ما ندوز لفاص الثانية نعمر هذيك القنيطة، نخلي غير واحد البلاصة الخط فين ندوز فيه العقيق. هادي ندير هنايا موزونة، نتكي على هادوك الاخرين. انا غنكمل الطريقه كيف قلت لكم، يعني غنرجع نهبط هنايا في الجنب ونوريكم كيفاش غنديروا الخط في الوسط ديال العقيق مهرس. نوريكم الطريقه ديال الخيط مهرس. صراحه كنت غادي ندير معكم فيديو ديال الخدمه ديال بياسة نيشان، وسجلت واحد المقطع ولكن ما كملش لي، طفى لي التليفون من الضو يعني بالشمعة ولا على راسي راه كيسجل ولكن ما تشنش لي كله واحد المقطع. صافي داك الشيء علاش قررت ندير فيديو في طريف توب افضل هكا. كنولي نحاول نمشي في دوك الجناب، البلاصه اللي كتبان ليا خاويه كنمشي ليها نقادت هكا. كنحاول هكا نقدد هادي عند هادي نثبتها. هاكا نثبتها مزيان صافي. نجي في الوسط ديالهم هنا ندير وحدة، هاكا كنولي نجي هنا في الوسط نطلع من هنا، كتجي زوينة كيف ما شفت الصورة اللي قبل. انا ندير هاد الغوز باش يجي باين مع البيج والمارون، كندير جوج. كيمكن لينا نديرو الحبل وندوزو من هنايا فيها كلها ونبداو نثبتو في الوسط، ولكن افضل طريقة هي انني ندير لي هكا
نعاود نجي نطلع في الوسط بحال هكا، نشد من هنا كنحاول نسرحو ونعرف العبار فين عندي. هذا فاش يمكن ليا نخرج برا هكا، نعاود نطلع من هنا انا درت غير هذه الطريقه هذه لانه باش ما نطولش عليكم في الفيديو بزاف. اما فاش نخدم راه كنثبتو بجوج عقيقات بجوج عقيقات. كيمكن ليكم ديرو الزمرد وكيمكن ليكم ديرو هاد العقيق مع الراس، كتجيو كيخص يكون نفس داكشي اللي هنا نفس داكشي اللي هنا. انا ما جاتش الخط في الوسط ما معلمتوش، ما بانش لي مزيان مع الماغون. كيجي هكا كتجي زوينه الشكل ديالها كيف ما شفتوا في الورده اللي نزلت في في الصوره في الاول، كتجي حاجه زوينه كيف ما كتشوفوا. اتمنى من الله يعجبكم الفيديو، وكنذكر من جديد للناس اللي كيشوفوا القناه ديالي اول مره شاركوا في القناه، ما تبخلوش عليا بالاشتراك وباللايجام ولي كومونتير. ولي عندها شي تساؤل مرحبا بها، وشكرا على المتابعه، وانتظروني في فيديوهات قادمه ان شاء الله.